بونسوار، ميرسي دو فوتر انفيتاسيون. مساء الخير عليكم جميعا، اشكركم على هذه الدعوه الكريمه. اول حاجه عايز اعرف ايه اللي دفعك بالضبط لتاليف هذا الكتاب؟ بالفعل إنها فكرة أتت إلى مخيلتي منذ عدة سنوات، وكما قلتم منذ قليل في أحداث 25 يناير 2011 أنتم تحدثتم عنها، وأنا قررت أن أنقل رؤيتي كباحث عن هذه الفترة التي تعتبر فترة حرجة جدا وفترة تاريخية، لكي أوضح الكثير من التحليلات والمقالات الأكاديمية التي تنشر في الغرب، ولذلك قررت أن أعرض رؤية مصر التي تعتبر رؤية مختلفة عن ما نراه في الغرب وعن كل ما يتم طرحه في الجانب الآخر. إذن المشكلة التي واجهتني أننا في أوروبا في الغرب نعتقد أن نحن نحلم بديمقراطية التي نعيشها أن تطبق في الجميع في جميع الدول الأخرى، لكن عندما بدأت الانتخابات في مصر رأينا أن الإخوان المسلمون وصلوا إلى السلطة من خلال هذه الانتخابات، هم بالفعل كانوا منظمين ويستطيعون العمل في الخفاء والتخطيط الجيد، وكان الرأي الذي يقول في فرنسا أو في الغرب أنهم سوف تبتعد القوات المسلحة عن الساحة تماما، لكن أنا كان رأيي مختلف عن ذلك، وهذا ما حدث في 2013 وأعلنت عدة مرات، لأنني أعرف جيدا أن ما يذاع في فرنسا أو ما يتم مناقشته مخالف للواقع، ورأيت الكثير من رأيت ذلك بعيني، وقلت لهم في عدة لقاءات صحفية وفي عدة مؤتمرات أن الديمقراطية التي تحلمون بها في النرويج أو في أوروبا لا يمكن تطبيقها في مصر وفي الشرق الأوسط. خليني أتوقف معك هنا مسيو رولان، يعني أنت عايز تقولي أنه أنت رأيت في هذه الفترة ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لحل هذه الأزمة، لدعم ثورة الشعب المصري في ذلك الوقت للتخلص من حكم الإخوان. الأهم كانت السيطرة على حالة الفوضى التي كانت بدأت وهي كارثية، لذلك هذا ما ذكرته في كتابي أيضا وربطته باسم بونابرت، لأن القوات المسلحة ظهورها أنقذ مصر من دمار شامل كما نقول أو من الفوضى الشاملة وفي جميع المجالات، ليست فقط السياسية لكن الاقتصادية والاجتماعية أيضا. أنا عايز أتوقف بالفعل عند عنوان الكتاب مسيو رولان، ليه شبهت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزعيم الفرنسي نابليون بونابرت؟ أنا فكرت كثيرا في هذه النقطة، أنا كرجل مؤرخ دائما نقوم بعمل المقارنات وخاصة التاريخية، وأعطينني أستخدم هذه المقارنات بحذر شديد، لأنني أعرف جدا أن ما يعجب كثيرا الفرنسيين في هذه لكي أساعدهم على فهم الموقف فعليا، فكان يجب أن أختار شخصية ترددت، اخترت شارل ديغول ونابليون الثالث، وأعتقد أن حركة الإصلاح الذين قاموا بها تشابه كثيرا ما يحدث في مصر وخاصة الإصلاح السياسي والاقتصادي، لكنني اخترت بونابرت لأن يوجد الكثير من التشابه ما بين الشخصيتين في الشخصية وفي الأسلوب وفي طريقة، إنها مقارنة مع بونابرت لأنها في فترته الأولى، لأنني اخترت، لماذا اخترت الفترة الأولى؟ لأنه لم يكن لديه منافسين في هذه اللحظة. إذن الفترة الأولى لبونابرت كان المصلح الذي أتى بالاستقرار بعد فترة من عدم الاستقرار، وهو أيضا كان عاش فترة كبيرة من كان يسبقها الكثير من عدم الاستقرار. إذن
لو تحدثنا هنا عن المشرع والمصلح بونابرت والمنقذ، وأكد لكم أنه لعب هذا الدور. وعندما رأيت أصلا ودرست أيضا جذوره الاجتماعية والموقف الذي كانت تعيشه هذه الفترة في فرنسا، لأنها فترة تاريخية في فرنسا وأيضا في مصر مع ثورات الربيع العربي، إنها فترة تاريخية. إذن يوجد الكثير أيضا من التشابه مع الشخصية ومع الموقف التي كانت تعيشه فرنسا في هذه الوقت مثل مصر.